نبدأ معكم في اليوم الثاني لتغطيتنا الخاصة من الكويت، حيث نتابع معكم فعاليات مهرجان هلا فبراير وأعياد الاستقلال والتحرير. نعم معاذ، لدينا باقة منوعة من المواضيع في الفن والرياضة والثقافة والتراث والتاريخ كذلك، وغيرها الكثير خلال برنامج الصباح من سكاي نيوز عربية. نبدأ الآن باستعراض عناوين واتجاهات الصحافة الكويتية هذا الصباح. نعم معاذ، إذا نرحب بضيفنا في الأستوديو رئيس تحرير وكالة الأنباء الكويتية سعد العلي، أهلا ومرحبا فيك. أهلا وسهلا بك. بداية، مدير رئيس تحرير كونا وكالة كونا الكويتية، تسلط الضوء على أهم الأخبار التي تغطى في الاحتفالات الكويتية بعيد الاستقلال وعيد التحرير. طبعا يعني بداية يعني دولة الكويت اليوم تحتفل في 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 احتفالين، هو احتفال الاستقلال واحتفال التحرير، وطبعا هناك جوانب كثيرة، في جوانب الفرح ما بين الشعب واحتفال الشعب ما بالاحتفالات والتنظيم من جانب الحكومة بالاحتفالات، وفي جانب آخر وهو مهم الجانب الأمني أيضا، لأن يعني أكثر من نصف الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض يحتفلون بالشارع، ففي جوانب الزائرين اللي جايين من دول الخليج والناس اللي جاي من دول الخليج ومن دول عربية ومن دول أخرى، ومن فبراير بدأت، مش من اليوم يعني، من فبراير، من هلا فبراير مثل ما تفضلتي بدأت بالاحتفالات وما الاحتفالات، فالناس هلا في جانب أمني مهم. طبعا احنا طبعا نتابع في هذا الجانب، ايضا لنا دور بالمساهمه، خلينا نقول مسؤوليه مجتمعيه، مسؤوليه الدوله بالنسبه لنا كاعلاميين، ان احنا يعني ننشر كل ما يتعلق بالجوانب الامنيه حفاظا على سلامه سواء المقيمين او الزائرين او 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 الكويتيين. في طبعا جوانب احتفالات احنا بنغطيها، وكالة الأنباء الكويتيه ليست لها قراء فقط داخل الكويت، قراءها من الشرق الى الغرب، تصل الى الارجنتين والى افريقيا والى كندا والى غيرها، يعني هذه طبعا يعني تغطيتنا هي ليست فقط مشموله للصحافه المحليه كما ينظر لها كثير من وكالة الأنباء، لكن ايضا لها قراء في خارج يرون الاحتفالات هنا في الكويت. بالنسبة العذر منك ليلى، بالنسبة بالأمس واليوم كان يعني الصحافة الكويتية وخصوصا وكالة الأنباء الكويتية كانت تغطي موضوع إعلان الهدنة الإنسانية. الكويت كانت دائما سباقة في سياسات الخارجية أنها تكون سياسة ذات مبادئ، واستطاعت يعني الكويت بجهود حثيثة أنها تقيم هذه الهدنة الإنسانية الصعبة بالفعل، والإشادة الدولية كانت كبيرة جدا. حدثنا عن هذا الموضوع أكثر. طبعا بداية هي طبعا هذا الشهر يعني الكويت شهدت في ثلاث أشياء مرت في هذا الشهر في فبراير. بداية طبعا مؤتمر إعادة إعمار العراق، هو كان له زخم سياسي وزخم اقتصادي وزخم إعلامي كبير، الاحتفالات احتفالات العيد الوطني، وهي كل سنة الكويت تحتفل فيها بشكل مميز دائما. وطبعا الشق الثالث في هذا الشهر اللي هو رئاسة الكويت في مجلس الأمن وتبنيها بالشراكة مع السويد لقرار مجلس الأمن، وكانت هناك جولات ماراثونية وكانت هناك معارضة من بعض القوى، وانتو كلكم عارفين الملف السوري ملف معقد، نجيب كل الأطراف المختلفة بالملف السوري إلى اتفاق حول هذا القرار، هذا ما هو شيء سهل. أنا أعتقد الكويت نجحت وبجولات ماراثونية كثيرة مع الأطراف اللي لها يد في سوريا للنجاح بإصدار هذا القرار الذي صدر بالإجماع. طبعا يسجل الدبلوماسية الكويتية، يسجل لمكانة الكويت دوليا، ويسجل لوجهة نظر الكويت عند الدول الأخرى وفي عين الدول الأخرى. هذا بالنسبة للمؤتمر الأحدث، مثل كما ذكرت الكويت دائما سباقة، وماذا عن مؤتمر إعادة العراق؟ كذلك كانت من ضمن مهرجان هلا فبراير. نعم. استضافت هذا المؤتمر، كيف غطت كونا هذا الحدث؟ طبعا كونا كان يعني كان فيها خلية نحل فريق كبير من الإعلاميين من داخل الكويت طبعا في تغطية، لأن المؤتمر هو ليس مؤتمر واحد، هي ثلاث مؤتمرات. يعني احنا كثير خذوا منظور هذا المؤتمر انه مؤتمر مانحين، هو ليس مؤتمر مانحين، هو مؤتمر إعادة الإعمار مقسم إلى ثلاث أقسام. المنظمات الإنسانية كان لها اجتماع خاص في اليوم الأول، وغرفة التجارة والمستثمرين داخل الكويت ومن خارج الكويت كان لهم اليوم الثاني جلسة، وهو مؤتمر مرتبط بإعادة الإعمار. والشق الثالث اللي هو الحكومي، خلينا نقول الحكومة جت والكلمات والافتتاح، لكن هو كل النتائج. طبعا هذا التاج لخلية نحل تم تغطيتها من ألف إلى ياء. أنا يعني بلا فخر لوكالة الأنباء الكويتية، لكن يعني عندي زملاء في 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 أوروبا وفي بلجيكا خصوصا كلموني تلفون وقالوا لي إن الصحافة الغربية والأوروبية أخذت حيز كبير
من تغطية المؤتمر من خلال كونا، وهذا طبعا مفخر لنا. الشق الآخر طبعا من ناحية التغطية، احنا ما ركزنا فقط على خلية النحل اللي احنا شكلناها موجودين هنا، ايضا من شبكة مراسلين موجودين في الخارج المعنيين في هذا المؤتمر، فكانت هناك لقاءات خاصة مع مسؤولين كبار، مواقف الدول حول هذا المؤتمر، كيفية دعم هذا المؤتمر، وجهات نظر مختلفة كنا نغطيها بهذا المؤتمر، فكانت تغطية بالنسبة لنا شاملة. طبعا نجاح المؤتمر هو ليس بعقد المؤتمر فقط، الآن كونا لم ينتهي دوره في هذا الموضوع، الآن بدأ دورها وهو ما بعد المؤتمر، لكن نجاح المؤتمر هو ما بعد المؤتمر، لأنه مؤتمر إعادة إعمال العراق. ما هي الشركات التي وافقت الدخول؟ ما هي الدول التي أعلنت التزاماتها وما مدى التزامها؟ هذه كلها راح يكون فيها متابعات وتغطية من الآن إلى بعد سنوات طويلة. كان في خبر كنت أقرأ اليوم في وكالة الأنباء الكويتية أيضا عن أنه دخول المنظمات الإنسانية الكويتية إلى الغوطة. نعم. يعني وتقديم المساعدات. نعم. أيضا حدثنا عن هذا الجانب، يعني تعتبر من أولى المنظمات التي استطاعت أن تدخل إلى الغوطة، وهذا خبر مهم جدا بصراحة. صحيح صحيح صحيح. طبعا هو عملية المساعدات هي أتت بعد إصدار القرار، فهذه يعني هو مش مرتبطين مع بعض لكن تزامنوا مع بعض. الكويت سباقة في العمل الإنسان، ولهذا أعطيتها اسم عاصمة الإنسانية، وصاحب اسمه هو أمير قائد العمل الإنساني. طبعا لدور الكويت الإنساني منذ سنوات طويلة، يعني من إذا ترجع إلى 5 سنوات مضت، عقدت 3 مؤتمرات للمانحين وما يتعلق في اللاجئين عقدت في هذا الكويت، وأنا أعتقد يعني الآن صار في طلب على الكويت بعقد مثل المؤتمرات لنجاحها ولدورها الإنسان الكبير. فالغوطة الآن أصبحت يعني مرت في مجازر، يعني والله يكون في عونهم، والله يعني إحنا نتمنى يعني ينتهي هذا الأمر. فالكويت أخذت الدور، وهي دور إن شاء الله راح يساعد منظمات أخرى أنها تأخذ نفس الخطوة. دائما هناك لما تكون في مناطق حروب يكون هناك خوف في الدخول، لكن الكويت خذت الخطوة، جمعيات خيرية الكويت خذت الخطوة، هذا راح يساعد منظمات خيرية إن شاء الله أخرى أنها تدخل من خلال وسيط أو مباشرة. ربما معاذ غطينا أهم المواضيع التي تغطيها كونا حاليا اليوم. نود أن نعرف المشاهدين ربما يسمعون كلمة كونا، من هي كونا وكيف كونا تواكب تغطية مثل هذه الأخبار والاحتفالات منذ النشأة، خصوصا في عهد أو في عصر وسائل التواصل الاجتماعي الذي تغطي جميع الأخبار. صح. طبعا وكالة الأنباء الكويتية هي كونا، طبعا حتى بعين كثيرين في الكويت ما يعرفوا كونا هي اسم، هي وكالة الأنباء الكويتية أتت من اللغة الإنجليزية كويت نيوز إيجنسي، هي كونا جت من كويت، وطبعا تأسست بسنة 78. في عندنا نملك شبكة مراسلين بجميع أنحاء العالم، وعندنا شبكة مراسلين داخلين محليين يغطون. تغطيتنا ليست لا تركز فقط على النشاط المحلي، تركز على النشاط المحلي والخليجي والعربي والإسلامي والدولي. ننتقل اليوم من قضية مشكلة جمع السلاح في أمريكا إلى قضية إعدام 16 تركيا في العراق، إلى قضية سوريا، إلى الملف المصري، إلى الملف الليبي، فإحنا نغطيها على الجوانب السياسية. في عندنا طبعا شق آخر، شق الاقتصادي، شق الاجتماعي، شق الثقافي. ركزنا بال5 سنوات الفاتت بشكل كبير على الصورة، يعني ركزنا على خبر الصورة، على التحقيقات المصورة، على الصورة التي هي تتكلم في الخبر وليس الخبر المكتوب. طبعا كوكالات أنباء الكويتية كلها بشكل عام وليست هنا فقط، مرت في مشكلة، ما بيقول مشكلة، مرت في تحدي كبير هو بعد ظهور السوشيال ميديا، لأن ما تقرأه قبل 15 سنة في الصحف هي أخبار الأمس، ما تعطيك إياه اليوم الصحافة مباشرة في نفس الوقت، ما تقرأه اليوم الثاني أصبح الطلب عليه قليل الآن. إحنا كوكالات صار عندنا تحدي الآن مع السوشيال ميديا من خلال وسائل الصحافة، وأيضا مع الأفراد اللي عندهم حسابات اللي هم يغطون أخبار، وكثير من أخبارهم طبعا ما كثير من أخبارهم غير مبنية على أسس صحفية وإعلامية سليمة، لكن هي تسبب لنا إرهاق كمؤسسات إعلامية، لأنهم بالنسبة لنا مصدر معلومة نتأكد منها ونتأكد إذا هي معلومة صحيحة أم لا، فهذا تحدي بالنسبة لنا، لكن الحمد لله يعني قاعدين نتواكب مع 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 هذا التطور اللي قاعد يصير، وعدد قرائنا وعدد متابعينا وعدد زوارنا سواء من خلال السوشيال ميديا عندنا او من خلال النشرة آلاف مؤلفة من داخل الكويت الى كندا والى الصين. حاب اشكرك على حضورك معنا وفي هذه الاجواء الجميله صراحه. الله اسعدتنا كثيرا. الله، رئيس تحرير وكاله الانباء الكويتيه استاذ سعد العلي، شكرا جزيلا. حياك الله. شكرا.